جزاكم الله خيرا. تسأل عن النذر بالذات شيخ صالح، تقول هل يجوز لمن نذر أن يأكل من نذره مثلا، وهل يجوز إذا نذر بجزئين أن يفرق بين هذا الجزء وذاك الجزء، كأن يفرق بين الصيام والنحر مثلا؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأكل من النذر حسب نية الناذر، إن كان نوى أن يأكل من نذره فلا بأس، وأما إذا لم ينوي الأكل منه فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، بل عليه أن يخرجه كله ولا يأكل منه شيئا. وأما بالنسبة للتجزئة فهذا أيضا حسب النية، إذا نوى الناذر الجمع بين شيئين وعدم التفرقة بينهما، كان نذر أن يصوم شهرا وأن يذبح شاة، فإنه لا يفرق حسب نية، بل يصوم الشهر ويذبح الشاة بعد الفراغ من الصيام مباشرة، أو يذبح الشاة في أثناء الصيام إذا كان نوى ذلك. أما إذا لم ينوي اتصال الشيئين وارتباط بعضهما ببعض فلا مانع من التفريق.